لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، ازاي اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن النجم رياض محرز، هنعرف مين هو ومسيرته واهم انجازاته ومن هي زوجة رياض محرز. بس قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك اضغط دلوقتي اللايك اللعين والاشتراك المتين، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي الصادق الامين في خانة التعليقات اسفل الفيديو. عملت الخطوات دي؟ شايفك لسه في منكم ما اشتركش وما فعلش زر الجرس بكل الاشعارات. اللايك مش بيكهرب ولا الاشتراك بيكهرب، مش هتخسر حاجة. ايوة كده، يلا بينا على الفيديو. رياض كريم محرز من مواليد 21 فبراير سنة 1991، اتولد في سارسيل في فرنسا. هو لاعب كرة قدم جزائري بيلعب في نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لكرة القدم كلاعب وسط. قبل كده لعب في كأس العالم عام 2014 مع منتخب بلاده. بينتسب إلى قبائل بني سانوس في ولاية تلمسان. في سنة 2016 ذكر إن قيمة انتقاله قد ارتفعت من 1.30 مليون استرليني إلى 5.5 مليون استرليني، ليصنف بين 50 لاعبا الأكثر قيمة في أوروبا. ثم ارتفع في عام 2017 لتصل قيمته السوقية إلى 8.67 مليون أورو، يحتل المرتبة 17 حسب تصنيف مرصد كرة القدم. وفي 31 مايو 2014 خاض محرز أول مباراة دولية مع ثعالب الصحراء تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلهوزيتش حليلو، حيث بدأ كأساسي في المباراة الاستعدادية لكأس العالم أمام أرمينيا، وتم استدعاءه بعدها للالتحاق بالتشكيلة النهائية اللي بتشارك في البطولة يوم 2 يونيو. وفاز رياض مع نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري، كما تحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016، وفاز بالجائزة أحسن لاعب إفريقي عام 2016 من طرف البي بي سي، ويحتل المرتبة السابعة لجائزة الكرة الذهبية من نفس العام، وفاز كذلك بجائزة أحسن لاعب إفريقي لسنة 2016 من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، واختير ضمن أفضل شخصية رياضية في إنجلترا من طرف مجلس العموم البريطاني لعام 2016. الأصول والبدايات: ولد رياض محرز في فرنسا، والده أحمد إلكتروني من بلدة بني سانوس في ولاية تلمسان، والدته حليمة مدبرة منزل في عيادة. نشأ وترعرع في منطقة سارسيل في باريس، وبدأ في نادي جمعية الصداقة والرياضة لسارسيل. البدايات في سارسيل: بدأ رياض محرز في نادي سارسيل وهو عمره من 12 ل 16 سنة كمهاجم، يمكنه اللعب أيضا في وسط ميدان، وتمكن من تعويض تأخره المورفولوجي وافتقاره إلى السرعة من خلال اتباعه أسلوب جيد، إنه يعرف بالفعل كيفية تحمل المسؤولية من خلال امتلاكه الجرأة وقوة الشخصية. في عام 2009 اكتشفه نادي كوينبريوس اللي بيلعب في البطولة الوطنية الفرنسية لكرة القدم الدرجة الثانية، وكان يتلقى 700 أورو شهريا. بقي هناك موسم واحد ولعب 27 مباراة وسجل هدفين. البدايات في لوهافر في صيف 2010 راقبته عن كسب عدة أندية مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، لكن اللاعب فضل إلى الانضمام إلى نادي لوهافر اللي بيلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وبدأ مع الفريق الاحتياطي اللي بيلعب في البطولة الوطنية الفرنسية لكرة القدم الدرجة الثانية، واللي سجل معاه 10 أهداف في النصف الأول من الموسم. دفع أداءه قادة لوهافر إلى تقديم له عقد احترافي مدته 3 سنين في بداية عام 2011. سوف يسجل أخيرا في موسمين من البطولة الوطنية الفرنسية لكرة القدم الجزء الثاني مجموع 24 هدف، مظهرا سهولة فنية جميلة في التعامل مع كرة القدم. وأدمجه سيدريك دوري في الفريق الأول خلال صيف عام 2011، وبالفعل لعب أول مباراة احترافية ليه في 29 يوليو عام 2011 ضد نادي أنجي.
عن طريق استبدال يوهان ريفيري في وقت متأخر من المباراة، ومع ذلك فإن مدربه نادرا ما كان يستخدمه حاكما عليه بالضعف الجسدي ليلعب في مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. علينا أن ننتظر الموسم المقبل ومغادرة المهاجم النجم ريان مينديز لرؤيته في كثيرا في ميادين الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، ولكن كبديل تمثل بداية بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية العام 2012-2013 نقطة تحول في مسيرته، لأنه بعد كده أصبح أساسي للجناح الأيمن الأوسط لنادي لوهافر ونال ثقة المدرب الجديد إريك موبيريتس، ولعب 34 مباراة في الدوري وأنهى الموسم برصيد 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة. ليستر سيتي انتقل ليه محرز عام 2014 في موسم 2013-2014 في يناير، غادر للعب في إنجلترا ووقع لصالح ليستر سيتي المنتمي لدور البطولة الإنجليزية في المستوى الثاني. في 6 أشهر الأولى له في إنجلترا لعب 19 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف وفاز بالبطولة مع الثعالب ليستر سيتي في موسم 2014-2015. اكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي وشارك في المحافظة على النادي من خلال مشاركته في 30 مباراة، سجل 4 أهداف بما في ذلك هدف الفوز ضد هال سيتي 1-0 وهدفي المباراة ضد ساوثهامبتون 2-0. كانت انطلاقته الحقيقية في موسم 2015-2016 حيث بدأ بتسجيل 4 أهداف في 3 مباريات متتالية ضد ساندرلاند وويست هام وتوتنهام، وفي 19 سبتمبر قام بتقليص النتيجة بركلة جزاء ضد ستوك سيتي قبل أن يمرر تمريرة حاسمة لهدف التعادل لجيمي فاردي. من هي زوجة رياض محرز؟ زوجة رياض محرز هي ريتا جوهال اللي من أصول هندية واللي بتحمل الجنسية الإنجليزية من مواليد مدينة جرافيسند الإنجليزية في 21 أغسطس 1992 ميلادية، وتعمل كعارضة أزياء وناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت بتجمعها علاقة صداقة باللاعب الجزائري لمدة أعوام قبل ما يتجوزوا بشكل رسمي عام 2015 في حفل اقتصر على وجود الأصدقاء والمقربين فقط، واستمرت علاقتهم لسنوات قبل أن ينفصل. وقد نجم عن هذا الزواج طفلتين، وتردد اسم محرز وريتا جوهال في الصحافة الإنجليزية عام 2019 ميلادية بسبب قضية رفعتها مربية سابقة لوجود متأخرات مالية عليهما. بعد ما قلنا لكم مين هي زوجة رياض محرز، هنقول لكم بعض التفاصيل عنها. اسمها بالكامل رينتا جانت جوهال، اتولدت 21 أغسطس سنة 1992، بتحمل الجنسية الإنجليزية، عارضة أزياء ونشطة إعلامية، حالتها الاجتماعية منفصلة، عندها بنتين من رياض محرز وحاصلة على البكالوريوس، بيبلغ عمرها قرابة 30 عاما. لم يستمر زواج عارضة الأزياء البريطانية ريتا جوهال ورياض محرز أكثر من 5 سنوات، حيث حدث الانفصال بينهما عام 2019، وعلى إثر هذا الانفصال ترددت الكثير من الأخبار والشائعات عن سبب الانفصال وهو خيانته لها، واتهمت ريتا جوهال زوجها السابق بأنه السبب الرئيسي للانفصال، وعللت وقالت لقد تغير عندما ذهب إلى فريق مانشستر سيتي، رياض الذي قابلته هو شخص مختلف عما هو عليه الآن، إنه يحتفل، إنه يتصرف مثل لاعب كرة قدم سريع، أنا لا أكرهه، هذه كلمة قوية، ولكنني أشعر بالصدمة والحزن لما فعله، لقد تركني فجأة، وألقي باللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي. وفي أكتوبر عام 2020 تم التأكد على أن رياض محرز على علاقة بعارضة الأزياء الشهيرة تايلور وارد، وهي ابنة دوان وارد، كما انتشرت لهما عدد من الصور سويا، احداها برحلة تجمعهما سويا في جزر المالديف. هنعرض لكم مجموعة من الصور اللي بتجمعهم مع بعض. زي ما قلنا لحضراتكم تعتبر ريتا جوهال زوجة رياض محرز السابقة احدى الوجوه المألوفة على الساحة العالمية، فهي عارضة ازياء شهيرة، بالاضافة الى انها واحدة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، وبتمتلك حساب شخصي على منصة انستغرام الشهيرة حيث بيقارب عدد متابعيها من 500 ألف متابع، وبتحرص جوهال بصفة دائمة على نشر صورها الشخصية وبعض جلسات التصوير الخاصة بها كعارضة أزياء، ونشرت خلال هذا الحساب صورة ابنتيها معها في إحدى الرحلات. في نهاية الفيديو شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، بنتمنى أن يكون الفيديو عجب حضراتكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بكل الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد لحد عندكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.